وزير التعليم يوجه بتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية ويشدد على إعلان المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بأهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجاً أو مسرحاً كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها. وأكد الوزير أن الوزارة أتاحت على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي. وفي هذا الإطار شدد على مديري المديريات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإعلان في المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة لإطلاع الطالب عليها والاستفادة منها.